يا جماعة أنا شايف إيش في شغلة كذا طالعة موضة عند الشباب، يعني الاجتهاد هذه حاجة إيش شرف، وسام شرف، يعني هذا الاجتهاد وسام شرف بين الأقران، تتباهى به عند بين الأقران، لكن هل هو وسام شرف بين يدي الله ولا مسؤولية؟ فهمتوا علي ولا لا؟ على العموم كلام في هذا مؤلم، كلام في هذا مؤلم، وصدقوني يا جماعة أنا طول عمري في وسط في الوسط العلمي وفي أوساط الشباب، ما شاء الله ما أكثر ما أسمع الشباب لا الصحيح كذا، وهو والله العظيم لا يحسن، ها لا يحسن يعني أن يعرف أو يعرب آية أو قاعدة أو يفهم قاعدة أصولية، أو يعني باختصار وهو ليس مؤهل لمثل هذه العبارة. طيب من فين جاء بها؟ سمعها يا جماعة، ثقافة الشباب ثقافة سماع، فهمتم؟ سمع شريط وسمع الشيخ، طيب الشيخ عندما تكلم في المسألة ورجح ما يرى هذا اعتقاده، فهمت علي؟ أنت الآن إن كنت مقلدا خلاص خذ بقوله واسكت، لا تسوي 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 إنك أنت صاحب، يعني تنتحل القول وتدعي أنك أنت صاحب هذا القول وأنت الذي قلت به وكذا، هو له قولك ولا حاجة، الله يفيدك جزاك الله خير، فهمت علي؟ خلاص قول أنا سمعت فتوى بكذا وأنا أقول بها، لا لا هذا الصحيح وهذا هو الحق الذي عليه الدليل، يعني أنت بحثت المسألة؟ لا لا ما بحثها، طب كيف عرفت أنه الحق؟ فهمت؟ هذا منافي للورع يا شيخ، تفضل. ما هو البحث؟ هو رجح بين الأقوال، هو رجح، لا لا ما هو مجتهد، لا لا ما هو مجتهد مطلق، اللي يرجح بين أقوال الأئمة هذا مو مجتهد مطلق، لا طبعا يعتمد على المسائل، هل هو في كل المسائل هكذا وله اختيارات في الأصول يصير مجتهد مطلق، وإلا فهو طالب علم يرجح بين الأقوال بس، ليس يعني أقرب إلى مجتهد المذهب إن كان هو دارس مذهب، إن كان هو دارس مذهب فأقرب إليه. والله شوف يا جماعة في بعض الأئمة الكبار ومنهم الشاطبي وغير، يعني يتورعون من مسألة الجرأة على، يعني لا يزعمون لأنفسهم الاجتهاد المطلق. طب إيش تقول في هؤلاء؟ والله بعض هؤلاء يعني لا تستبعد عليه أن يكونوا مجتهدا مطلقا، لكن من ورعه لا ينسب لنفسه ذلك، واضح؟ يعني أولئك الكبار من ورعهم، وإحنا عندنا إيه؟ عندنا صغار من قلة ورعهم يزعمون الاجتهاد المطلق. أمشي يا شيخ، العلم قالوا ثلاثة أشبار، إذا ولج الشبر الأول ظن أنه أعلم الناس، فإذا ولج الشبر الثاني علم أن له من يشاركه، يعني العلم هو الوحد اللي انفرد لا في ناس معه، فإذا ولج الشبر الثالث علم أنه ما زال في بداية الطريق. طيب